فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال إن لبس الساعة في اليمين سنة استنادا إلى حديث عائشة رضي الله عنها؟ الساعة لم تلبس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، شيء حادث شيء جديد، وإنما الذي كان يلبس الخاتم، إنما الذي كان يلبس الخاتم، هذا الذي كان يلبس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ خاتما من فضة، ونهى عن تختم بالذهب للرجال، وكانوا يلبسونه في اليد اليسرى، كانوا يلبسونه في اليد اليسرى، ومن لبسه باليد اليمنى فلا بأس، لا بأس أنه يلبسه باليد اليمنى. والذي ينبغي إن الإنسان لا يخرج عن المألوف في بلده، إذا كانوا يلبسون الخاتم في اليسرى يلبس في اليسرى، إذا كانوا يلبسونه في اليمنى يلبس في اليمنى ولا يخالفهم، لأن الأمر في هذا واسع. وأما الساعة فهي شيء جديد، أول ما ظهرت كرهها كثير من العلماء لأنها من الأساور، يقولون هذا مثل الأساور، وهذه الأساور للنساء، كرهوا لبس الساعة أول ما ظهرت، ثم لما كثرت وكثر ما يلبسونها سكتوا وتساهلوا فيها. فهي من المباحات، هي من المباحات، وتلبسها على عادة المجتمع الذي أنت تعيش فيه، ولا تخالف المجتمع في هذا فتكون شهرة بينهم. نعم.